Engoște vol chai pente anastasi sinte mirifmon imbeon vende biones neio amen. Achtet samhoni sallu an nishlin. Irene basi. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس المصار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة طير الرسولين يا رب بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مصاكين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح من الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا 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 على هذه الرأس قفوا بخوف ورعدة وعلى الشر انظروا ننصير بشفعة والدة إلى القديسة ماريا يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة التسبيح وكريوس مطابا دون موت كمطاط بنغمة الصوت أنو إيمون تسكر زياد إخو من برستون كيريو إفخاريستي سومن كريو أكسيون كزي كهو أكسيون كزي كهون أكسيون كزي كهون ألي صغار خن أم اسمي أكسيون كزيك أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور المالك للأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت كل شيء به ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له
من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كيف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والكون أنت هو الذي يقف حولك الشاربين من ممتلئون أعينا والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشاربين يسجدون لك والصرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أجيوس أجيوس قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصياتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس الناعي إن بك ننسوك أنشائفون ألق جن بن شيني خن أمون إيفول هتن كبرو في ديسس أوا في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ما آمين وتأنس علمنا وصائت الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذاته فداء عنا للموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصال حقا من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي سأظهر فيه ليدين المسكونة بالعد ويعطي ويجازي كل واحد كحسب أعماله رحمتك يا رب وليس كخطايانا وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم آلام
أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آني. ونظر إلى فوق نحو السماء لكي باسات كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين. نؤمن ونعترف ونمجد وقسمه وأعطى لتلاميذ القديسين الرسل الأطهار قائلا خذوا كل منا كلكم لنا هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء وشكر آمين وبارك هو آمين وقدسها آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. أفجمت بي أفتيف أون نيت نوفن أجيوس ماسيتي سوين أبوستولوس السوابف قمص خذ اشرب ومنها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامي المقدسة وقيامتي من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب وزور السان الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك. كمان انت في عيف انصامة في قوة انطا في نانتي آمي بايا بوزي وانا نسي في طيون تتزي يزيك انفاري انطا بالنتي نانتي آمي يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه
أماكن كلنا يا سيدنا نتناول من وساتك طهر الأنفس وأكسر دار روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبنا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية يا رب ارحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظ بسلام وجميع الأصاق فنرزق سين الذين فيها أولا. اذكر يا رب أبونا الطباو المكرم رئيس الأصاق وبطرركنا البابا أنبا تودروس الثاني وشريك بالخدمة الرسول يسقفنا الطموابين المكرم الأنباتي موسى يا رب رحم والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة بهم على بيعتك المقدسة ليرون قطيعك بسلام. نذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب رحم كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الآن طبتالكم. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديار أبانا الأرثوذكسي يا رب رحم والساكن فيها بإيمان الله. تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم صدق مقدارك نعمتك فرح وجل أرضي لروح رسال تكسر أسمار وعد لزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حاسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كيما نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطه معطيهم كلهم الاجر السمائي صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا هذا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بأن القديسين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصابك المعمدان والشهيد والقديس صفانوس رئيس شمامسة أول الشهداء وناظر لله الإنجيل ماري مروس الرسول الطاهر الإنجيل والشهيد والباترارك القديس سويرس معلم ناديوس كوروس والقديس سناسوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة خاتم الشهداء والقديس يوحنا فم الدب والقديس يودوسيوس والقديس توفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا حنس الموسى وأبانا أنبا بيشوع البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا القديس العظيم الأنبر ويس ناظر إلى وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس المبارك الذي دعي علينا
القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا ربنا عن نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بويس مويس وامشو بين من غمين زوب سنسي وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البات تفضل يا رب أن تسكن نفوس عبيدك عبدتك نرجس حماية في تسقار السنة لها اليوم ومع نفوس عبيدك عزمي تدرس فوزية خليل لول عزمي فريد نجيب فيكتوريا حماية عطية ميخائيل منيس غطاس جرجس سليمان فوزية سركيس متى عبد الملك ميخائيل عبد الملك إبراهيم عبد الملك وعبدك صبحي نجيب إيفون عطية فايزة صبحي جورج فخري في فردوس النعيم الموضع الذي يهرب منه الحزن والكآبة والتنوت في نور قديسي يا رب رحم أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في مدينة الأحياء للأباد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى ظاهر الظهور ملكوتك وبهذا كما أيضا في كل شيء نتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس فلنشكر الله لضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأن جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسم العظيم القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية الغاية المائتة آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم لدمك الكريم اللذان لمسيحي الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين يا رب رحم إرني باسي سيد الرب الإله ضابط الكل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد بني آدم وبني إلى الفردوس كريان إنسان كير
بإنسان يا رب رحام ودفننا معه بموته أبطل سلطان الموت في ثالث يوم قام من الأموات المسيح قام من الأموات ظهر لمريم المجدلية كلمها كذا قائلا أعلم إخواتي أن يذهبوا للجليل هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة الجليل نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا رزقك استي اكنكرو الانسان صاني المسيح قام من الأموات بالحقيقة قام من الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا إقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموها عليه ممسكت وبعد 40 يوما صعد للسماوات وجلس عن يمين أبي الصالح أرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنة نار كريان إنسان كريان إنسان يا رب رحام أسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء بل بطهر نجرى بدل ندعوك يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوت لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين كريستوس إنسونس بنشونس Ενώπιον σον Κύριε Πρόσχομεν σου μεταφόβο αμήν Ήρηνε πάση Και το πνεύμα την σον Εσκουριά Ραμπ δάφι Ανα αίδεν εχθερ λίγε χωτάια Η الكثير حيث كسر الاسم تكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة نجاسات قلبي لا تمنع شعبك يا رب من نعمة روحك حال اني حال سائر شعبك من كل خطيه اكتب اسمنا مع كل سكوت اذكر يا رب السلام كنيستك رئيس كانتنا البابا انبا تدرو شريك انبا تيموساوس اذكر رب ابونا دوماديوس المرتلين والشمامسه الخدام العامل في حق الخدمه المرضى المتالمين المتضايقين المسافر اذكر شعبك اولادك يا رب البعيدين قربهم لحضرتك المس قلوبهم يا رب عرفهم طريقك رجعهم لبيتك اذكر المحتاجين يا رب متالمين متضايقين مسافرين راقدين اذكر شعبك وكنيستك وولادك يا رب في هذا المكان وفي كل مكان اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها اذكر الله العظيم
آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. سيادة القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد الآب القدوس واحد الابن القدوس واحد الروح القدس آمين. إيريني باسي ابن ماتين سو جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة آمين. حقا آمين. آمين. آمين آمين أؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخير هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله ديس الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بلاص مسلم وعن رخشه الصليب المقدسه باراده يحض عنا كلنا بالحقيقه اؤمن ان له لم يفارقنا صوت لحظه واحده ولا طرفه ان يقطع عنا خلاص غفران الخطايا حياه بديله لمن يتناول منه اؤمن 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 ان هذا بالحقيقه امين.